بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب فيكم. تسعى جامعة الشارقة بكل أبعادها خلال الخطة الاستراتيجية لتبني محور مهم جدا وهو محور الابتكار، وصادف هذا الشيء أن يكون في هذا الشهر شهر الابتكار على مستوى الدولة وأسبوع الابتكار الخاص بإمارة الشارقة، فأحببنا المشاركة كفرع من خلال تبني الطاقات والمواهب والإبداعات والابتكارات على مستوى مدينة كلبة. فانطلقت فعالية كلبة تبتكر. هذه الفعالية طبعا الهدف منها هو عرض الابتكارات والهوايات والقدرات والمواهب التي حباها الله عز وجل لهذه الفئات بشتى أنواعها، سواء كانت في المدارس أم على مستوى المؤسسات العامة أم في الجامعة. وحقيقة كان الحضور جدا راقي وتفاعل جميل وتجاوب في البداية مع الطلب لما صارت المراسلات، فعلى جميع المستويات صار فيها نوع من بروز أهم الأعمال التي شاركت، وهذه أكثر الأعمال مشاركة من خلال على مستوى العالمي. والحمد لله حقق أبناء مدينة كلباء مراكز متقدمة، فلا بد علينا من المسؤولية أن يبرز هذا العمل، وهو نوع من الدافع والتحفيز لهذه العطاءات التي نسعى جميعا سواء كمؤسسات تعليمية عليا أو وزارات. وجميع المشاركين نشكرهم على تفاعلهم وتواصلهم، وحقيقة أثبتت المؤسسات في المدينة قمة التلاحم والتواصل مع هذه الفكرة، فنشكرهم ونقدر جهودهم، وإن شاء الله نعدهم بأننا في المستقبل سنكون أيضا أكثر ابتكارية وأكثر احترافية في تبني مثل هذه القضايا. ودمتم إن شاء الله دولة مستقرة ومتطلعة إلى كل ريادة وتميز. طبعا بالنسبة لما تمثله من مشاركات، فإذا تكلمنا عن الناحية الرقمية فهناك حقيقة رقم مرضي جدا، من خلال ما شاء الله حوالي 15 جهة قد شاركت في هذه، من غير وزارة التربية والتعليم كمدارس مشكورة. أيضا هناك تقريبا ما يقارب 4 جهات اللي هي تمثل مراكز الناشئة، الخدمات الإنسانية، هيئة الشارقة للكتاب، أيضا ما يختص بالمدارس الخاصة والقطاع الخاص. شارك حوالي ما يقارب الآن 56 طالب على مستوى مدينة كلباء في هذا اليوم وفي هذا الحدث. حقيقة ابتكارات متنوعة تجمع ما بين الاهتمام بقضايا كبار أو أصحاب الهمم، وقضايا اللي هي تسهيل الخدمات الموجودة في المؤسسات، وقضايا أيضا تساعد على التطوير والذكاء الاصطناعي، ومشاركات كثيرة أيضا وصلت إلى تبني خدمات احترافية في تقديم كل ما من شأنه تسهيلا سواء كان في خدمة الجمهور أو التعامل مع قضايا العصر الرقمي. فهي قضايا وابتكارات متنوعة أدت إلى مفهوم تفاعلي جميل، وإن شاء الله نطمح إلى أن تكون أيضا هناك من يتبنى مثل هذه. فنحن انطلقنا كنقطة ونريد أيضا من المجتمع تكاتف أكثر وتبني لهذه القضايا لأبعد وأوسع قرار في هذا الوطن الغالي.